Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Donc les jeunes, habite nous parler un sujet qui est très important et aujourd'hui le Covid-19 et habite nous parler là اليوم واش راهو صار يعني في المجتمع. Et plus habite nous parler là واحد الصنف من الناس اللي ما حش نطول بزاف اللي يتغداو من الخوف تاع الاخرين. ولو كان يعني نبداو نفهموا يعني الناس اللي تتغدى هما بلوس اليوم يعني لي بلاتفورم اي لي ريزو اي بلوس وين نجيبوا المعلومه السهله. Et la gratuité dans l'information et surtout un point qui est très important, c'est que le khawf li rana aïchi nou kayen nas li tetghadda mennou. Et surtout nas yani had le message li nas li hadrat ala al mu'amara ou yani qalou bli kayna mu'amara lyoum ou habou soit ynaqsou adad soukan al alam. Et donc lhaqna bdaou bghaz al sirin. Donc nas li amnat bghaz al sirin, ayna antoum lyoum? وين راكم يعني من غاز السيرين اللي قلتوا باللي لو موا دافريل يكون الحق ويكون حبط والشده تاعو نقصت بزاف ويخلص وغاز السيرين هذا هو غاز يعني يدخل للرئتين تاعنا ويدير لنا دي كومبليكاسيون تعقيدات واليوم رانا براتيكمون لو موا دو جوان ما كانش غاز السيرين لكن كنت اليوم انت من الناس اللي امنت بغاز السيرين لازم تعاود دير حساباتك وتفهم باللي انت تحب الخرافات اللي كانوا جدادنا وجداتنا يحكيوهم لنا وجدادنا وجداتنا كانوا يحكيوهم لنا باسكو ما كانش عندهم الاعلام ما كانش عندهم لا تيليفزيون ما كانش ميم با عندهم لا لوميير ليكتريسيتي الكهرباء ما كانش عندهم مي واش كان عندهم هذاك النهار كانت عندهم الحكايه كان يشوقك ماشي يمد لك حكايه اوكي وهذا التشويق هذا كان يجي يعني من 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 عده من عده قصص والقصص على باز هما عباره عن خرافات ومام كي تكون القصه حقيقيه كي تنتقل من انسان لانسان راح تولي يعني عبر الوقت وعبر الزمان راح تولي خرافه باسكو علاش حنا توجور كيكون بين اتصال بين انسان وانسان كاين ليميتور وكاين لو ريسيبتور كاين الانسان اللي يمد المعلومه وكاين اللي يلحق له المعلومه ابخي كاين بيناتهم اون ديفورماسيون دو لانفورماسيون يعني هذيك المعلومه راح يعني تتغير بطريقه او ما تتغير بوسيبل انا كي راني نهضرها بطريقه نقدر نبدل برك طريقه النطق تاعها لو طون برك كي نبدل جوست لو طون المعلومه انت تفهمها بطريقه يعني واحد اخرى نهضر معاك بين نقول لك نعم سيتادير تقول لك نقول لك نعم سيتادير قول لي نقول لك نعم سيتادير غادي نقول لك راني منيرفي سيتادير ديجا لا بيرسيبسيون ديالك راح تكون على حساب الواقع تاع الكلمه ديالي على الاذن ديالك على العين ديالك ولا كانك تسمع برك على الاذن ديالك دونك لو طون اي دونك لا برونونسياسيون تاعي كيفاش راح تكون دونك لا بروميير دي شوز دونك كاين اون بلوس انت سا ديبون لو فيكو تاعك سا ديبون انت الوضع ديالك معايا دونك اونتر دو بيرسون كاينه اون ديفورماسيون دو لانفورماسيون دونك راح تتغير دونك ايماجيني وانتوما عبر اجيال واجيال وحكايات كل واحد يزيد من عنده كل واحد يحكيها بطريقه واحد سمعها من عند جداته والاخر يحكي سمعها من عند جداته وحده جداته تخاف بزاف تحكيها وحده تزيد فيها شويه واحد يسقسيها اون كيستيون تعاود تبدل الفا يعني تبدل كاع الحكايه وتبدل دونك سي لا ميم شوز اليوم الناس اللي امنت بغاز السيرين في الازمه تاع الكوفيد 19 وقالت بلي غاز سيرين ويطيح في لو موا دافغيل يحبط كاع ايتك ويقيس كاع دونك لا بروميير دي شوز الخرافات دوكا ناس راهي مامنه يعني بنظريه المؤامره بلي تامروا علينا ماشي نقصوا عدد سكان العالم لو كان ينقصوا عدد سكان العالم حبوا ينقصوا عدد سكان العالم اسكو عدد سكان العالم ينقصوه بفيروس اللي يقتل براتيكمون 0.54% سيتادير فيروس يقتل نص بنادم في 100 بنادم سولون لي ستاتيستيك الاخرانيين تاع لاسيت باستور اليوم راهم يقولوا بلي الفيروس هذا يقتل 0.54% يعني 0.45% يعني سيتادير يقتل نص بنادم في 100 بنادم سيتادير لازم كونتاميناسيون تاع 200 بنادم باش يموت ويتوفى واحد واللي مات الله يرحمهم ان شاء الله اسكو يقدروا يديروا المشاكل هادو ماشي يقتلوا بفيروس ما يقتلش قاعيتك اوكي لو كان نحسبوا اليوم الاحصائيات تاع براتيكمون الفيروس لا غريب سيتادير سيزونيير تقتل 0.33% تقتل 0.3 سيتادير في 300 بنادم تقتل انسان واحد دونك جوكو هنا لازم تكون سمارت شويه كي تلحقنا معلومه هذه المعلومه ما لازمش نتقبلوها لازم نديروها لاناليز ابخي كاين الخوف اللي يخليك تامن وكاين ناس تحب الخزعبلات وكاين ناس تحب تامن دونك كاين ناس امنت بغاز السيرين وكتبت وبعثت لي وكاين ناس يعني اللي انا نحترمهم بطريقه كبيره يعني كبيره اصدقاء قراو معايا وبعثوا لي يعني حكايه غاز السيرين ومن بعد قال لك باللي نظريه المؤامره ماشي ينقصوا عدد سكان العالم لو كان ينقصوا عدد سكان العالم يقدروا ينقصوها بطريقه اخرى وين نشوفوا احنا اليوم رانا عايشين بخاتيكم رانا حاكمين مام با الخمس ولا العشر تاع اليابسه تاع العالم وعلاش ينقصوا عدد سكان العالم علاش ما يديروش بلدان واحده اخرى الناس حابه تروح للقمر
دونك سي لو بوين سي ان بوين كي تري امبورطون كي نقصوا لازم يديروا حاجه تقتل وعلاش يقتلوا روحتهم هما وما يقتلوناش حنا كاين اللي قال لك باللي يقتلوا روحتهم حنا وحنا يعني حنا اللي ما عندناش يعني القوه يعني حنا اللي راح نعيشوا هما اللي راح يتوفاو ويعني هذا ربي دار عليهم حنا كاع نامنوا ربي وماذا بينا ربي يدور على الاشرار والكفار والناس اللي ما تحبش الخير ما يدورش على الناس كاع عيتك باسكو ما ندوروش على حساب الديانات ندورو على حساب يعني الواقع تاع الانسان وعلى حساب الشر اللي الانسان مخبيه دونك ماذا بينا حنا الاشرار ربي كاع يدور عليهم والناس اللي ما تحبش الخير للناس والناس اللي تقتل والناس هذو ماذا بينا ربي يدور عليهم كاع عيتك مي قال لك لان دونك من منظره المؤامره تاع يقتلوا مع باش كيفاش حبوا يقتلوا بفيروس اللي ما يقتلش دونك اللي حاب يقتل يقتل بحاجه اللي تقتل دونك لازم يديروا فيروس اللي ديجا يكون عندهم هما عندهم لو ميديكامون ولا لونتيدوت ماشي يديروا لنا حنا ماشي اللي كيديونا حنا باسكو حنا اللي لا حول ولا قوه كيفاش يقتلوا روحتهم ويخلونا حنايا يحبونا اوطون زعما وكاين اللي قال لك نو حبوا يديرونا عبيد دونك يديروك عبيد يديروك عبيد ديجا حنا رانا عبيد واش راح يزيدوا يديرونا عبيد كيفاش هما كون يفتحوا اليوم لي فرونتيير تاعهم لو كان يفتحوا الحدود نص البلاد تهاجر واش من عباده بقى قلت لك عباده واش من عبوديه اكسكوزي موا واش من عبوديه بقات نروحوا كاع نخدموا عندهم عبوديه وعلاش اليوم كي احنا اليوم احنا نروحوا ستاجير الناس بقدرها وبالديبلوم ديالها اليوم سي دي ميدسان اي دي ستاجير دي جون اللي في بلادهم راهم بلي ديبلوم ويروحوا يخرجوا من البلاد هذه ويروحوا لبلاد واحده اخرى يخدموا نابورت كوا اسكو هذه ماشي عبوديه واش راهم يستناو فيك ستاجير هذه عبوديه في حد ذاتها اوكي ما تاخذ لو ديبلوم ديالك ما يقدروش يديروا له ليكيفالونس وما تاخذش لو ديبلوم ديالك هذه ماشي عبوديه مش تهضر على الناس قاعيتك اوكي ورحنا وقرينا ورجعنا دونك يحبوا يستعبدوا الانسان يقدروا يستعبدوا بطريقه واحده اخرى على باس حنا رانا عبيد يعني رانا نتبعوا واش يقولوا لنا دونك لا دوزيام دي شوز لا تروزيام دي شوز ونكمل بها ان بوين كي تري امبورطون الناس اللي قال لك باش يديروا لي بيس تاع بيل جيتس اللي يدير لكم لي بيس وينجيكتيو لكم يعني يدير لكم حقنه تاع لا بيس هذيك ماشي يتبعوك الوغ لا بروميير دي شوز بيل جيتس عالم من عالم الخيال ما نقدروش نهضروا عليه شفتوا الفيلم تاع ماتريكس هذاك شفتوا ليماجيناسيون اي لا ريفليكسيون انت راك تشوف روحك بلا تشوف في فيلم خيالي بيل جيتس واش دار في الدنيا هذه سادي خيال بالنسبه لينا ماشي يكون يعني بيل جيتس وسي بيت ويدير يعني اون بوس ويخسر الخسائر هادو قايد كرام خاسرها ولا كان هو اللي دارها والعالم راه يسوفري يعني معاناه كبيره باش بيل جيتس يدير اون بوس يبلاصيها لك انا نقول للناس هادو او دار زعما داروا ان فاكسان ويقول لك نتوما كاع تفاكسيناو به دوكا ما كاش الماني واحد اكسبير عالمي ولا كي تدخل يعني وزاره في المانيا راح تشوف لابوس هذيك واش فيها واش ما فيهاش دخلت لابوس للجزائر لو فاكسان دخل للجزائر ما عندناش حنا ما عندناش لانستيتو باستور ما عندناش مخابر ما عندناش علماء ما عندناش دي بروفيسور يل فون اناليزي هذاك لو ميديكامون باسكو او فيت كاين سيرتيفيكات كونفورميتي قبل ما يدخل ولازم يديروا له كونترول دو كاليتي قبل ما يدخل وقبل ما يتانجيكتا دونك ما عندناش لابوغاتوار اوطون ما نقدروش نشوفوا ان ميديكامون مش متكون مش ما نعرفوش باللي سي تون بيسي بلاصيها لك في الفاكسان ميكروبوس صغيره يديرها لك انجيكسيون ما يفيقلهاش اي ابري ميكروبوس الناس راه يديروا بلا كروماتوغرافي راهم يلقاو لي ريزيدو تاع الاوردر دو الفيروس اللي هو اللي ما يعني الاوردر دو ما كاش قاعيتك سي تاجير الفيروس كون الفيروسات راهم شايدين العالم كاع اليوم تاع الكورونا يعني الكورونا كاع هذا لو فيروس كورونا كوفيد 19 لو كان اون فا نديروا له يعني كاع نرفدوه ونجيبوه بارتو لو كان نشوفوه مش نلقاوه قد هكذا راهم كان كونتاميني كاع العالم تيلمو الي ستاجير على شال ميكروسكوبيك صغير ما تقدرش كاع تيماجيني اي دونك دوكو هنا لي جون لا شوز لا بلوز امبورطونت اسكو هاد لا بوس لهاد الميديكامون راح يديروها ما كان حتى واحد يفيق لها زعما يجي ينجكتيوها كاع العالم بلا واحد ما يفيق لها ما كان ني الماني اكسبير ني روسي اكسبير ني مينيستير ني كونترول دو كاليتي ني اثيوبي اكسبير ني مصري اكسبير ني جزائري اكسبير يجي ينجكتيوها لنا باسكو بيل جيتس حب ماشي يقتلنا بيل جيتس ولا ماشي يتبعنا واش رانا نديرو حنا كي نكثروا رانا في الصابلات رانا في بوشاوي نجرو ورانا نونترينيو لهنا واش راح يتبعنا راهو متبعنا ديجا في الالكتروميناجير اليوم علاش ما يحط لكش دي ريسيبتور في لا تيليفزيون يسمع واش حبيت دير نتايا يسمعك وقت ما حبيت اسكو اليوم واش يتبع فيها في لا بلاتفورم راهي ديال اليوم سي اون بلاتفورم امريكان او شوف فيا واش يشوف فيا دونك سوي لوجيك لي جين دونك الناس بزاف اليوم تامن بالخزعبلات وتامن شغل سي تاجير سوا تامن بالخزعبلات سوا ناس ماهيش حايبه تامن واش لازم تامن تهرب من الحقيقه من الواقع باش تعيش في عالم الخيال دائما يطيح لي اون سيكسكوز دونك دوكو هنا الناس هذه نقول لها عاودي يعني عاودي صفي افكارك وعاودي ديري اون تيت ريفليكسيون سمارت
وعارفي اسكو تخمامك كان حقيقي ولا انت برك حبيتي تعيشي هكا؟ باسكو كاين الناس اللي يحبوا يعيشوا بالخزعبلات، كاين الناس اللي يحبوا هكذا دوريجين، يحبوا يحكوا لهم حكايه كاذبه، الناس تحب الهول، الناس غير تسمع على باكار تروح تجري تقاري طوموبيل وتروح تجري، الناس تحب المشاكل، كاين الناس يحبوا تقرعيش. باسكو علاش هذا الانسان في حد ذاته ما راهوش لاتي بروحه، يعني الضعف اللي راهو استاجير اللي راهو عايشه في حياته يحب يملا الفراغ هذاك ويملا الفراغ. باسكو على باز هذه عباره عن عاطفه، شكون فينا ما يحبش يعيش حياته وقته سوغ لو بلون يعني ماتيريال لو بلون ايموسيونيل ما يحسش فراغ، ما نحبوش الفراغ كاع، واحد ما يحب الفراغ كي احنا حيوانات، وكيما الحيوانات كاع ما نحبوش الفراغ، لازمنا كاع اون دو كومبلي لو فيد. هذا لو فيد لي جين سوايي لوجيك، دونك الخزعبلات اللي راح نتعيشوا هاد الناس راهم حابين يعمروا ان فيد ايموسيونيل، اي سو فيد ايموسيونيل كي يعمروه ما حش يشبعوا منه، راني نقول لكم سي ان كونساي ما حش يشبعوا منه، دونك دو كو كيس كيل فون فير؟ يبقاو يجروا مور الخزعبلات وين لحقوا الناس يقول لك باللي لو كونسير ما كاش منه، ناس الخزعبلات يقول لك لو كونسير ما كاش منه. ابخي كاين ارماده تاع لي ميدسان اي لي بروفيسور، وكاين ناس توفات لها ناس، وكاين ناس تقاست بناس، وناس شافت لي زيفي تاع لا شيميوثيرابي لا راديو، الناس شافت لي سيلول مالين هادوما كي سون تران دونفوايير لو كور ديالنا فيا دي داروا لا شيميوثيرابي داروا لا راديو، علم كبير ما تقدرش تيماجينيه كاع، لو كان يبداو يكسبليكيه لك ما تقدرش تفهمو نتايا على باز. دونك وناس تقول لك بلي لو كونسير ما كاش منو حكايه داروها ماشي يبيعوا لو ميديكامون، اي ما كان حتى عالم هكذا زعما صغير هكذا شويه اون بيرسون شويه سمارت انتيليجون شويه برك تجي تفهم شويه وتقول لك ايه وهذا هاد لا سيلول مالين انا نشوفوا فيها حنايا بالميكروسكوب الكترونيك اللي اون تران دونفوايير دو استاجير لي زوتر سيلول، واش راهي ديري ما كان حتى واحد اون بيرسون هكا سمارت. دونك سوايي لوجيك لي جي سوايي لوجيك. دونك دوكو حبيت نهضر على النظريات اللي الناس حابه والهوس ما كان والو. Aujourd'hui, Covid, c'est une évidence. C'est une évidence. عايشين منها وكاينة منها. جماعة غاز السارين وراهم ما كاشهم. جماعة المؤامرة. يرحم بابك يتأمروا عليك راهم مأمرين عليك أنت راك في الجيب ما تكسرش كاع راسك. واليوم نعطيكم معلومة ماشي معلومة تفهموها. اليوم لوم لو بلو بويسون في لو موند كاع سي ستادير لي حاكم البلاد لا بلو بويسون سي لي زيتازوني. او يوجد في الحمله الانتخابيه تاعو اليوم الناس كاع راهي اورينتي بلوس لي زيمات و زيتازوني لي زيمات و زيتازوني. راني انايا ما نحبش العنصريه بالعكس، بصح العنصريه عندها عده اوجه. اسكو اليوم حنا لي زاجيريان هذاك اللي حاسب روحو يسكن في الجي هو اللي يسكن في باب الواد ولا اللي بنى باب الواد ولا بنى مقام الشاهد وما بناها ما والو ما يضحكش على هذاك يسكن في الجلفه، هذه ماشي عنصريه اوكي، ما يضحكش على هذاك اللي جاي من مسيله ما يسميش بالتسمية هذيك تاع شبرك، ما يسميش بطريقة واحدة أخرى، ما يسميش بكلمة هذه ماشي عنصرية. بون راني مع ضد العنصرية وضد يعني الجنس وضد العرق وضد الألوان وني غيان جو تو، مي اسكو العنصرية عندها اون سول فورم؟ اسكو اليوم هذاك 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 اللي اليوم اللي راه مريح في لو بيرو تاعو وتجيه وحدة شابة وحدة مزعوقة ويخدم الشابة ويخلي المزعوقة، هذه ماشي عنصرية؟ عنصريه كيما العنصريه الاخرى. سي تاجير انت واش معنى العنصريه؟ سي تاجير انت عندك انحياز للناس بارابور الناس، هذه ماشي عنصريه، هذه عنصريه، رانا كاع عايشين العنصريه. اسكو صافي 3 ولا 5 لا كي ماتوا في فلسطين، يعني الناس ماتت ودراري صغار يموتوا بالغاز ونشوفوهم يعني 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 كانوا في واحد لا ديفيكولتي اكسترا، اوجوردي الناس هي تقتل وتعاود وتهضر ودير، ماشي غير هنا ليبيا بارتو الناس هي تموت يعني كل يوم، اسكو هذه ماشي عنصريه؟ قولوا لنا اسكو اليوم في البلاد انت اليوم كي تجي في الحومه تهضر معاه اللي عنده دراهم وهذاك الزوالي ما تهضرش معاه، هذه ماشي عنصريه. اي دونك جو كل يوم كاع ولاو يعرفوا العنصريه، ورانا كونتر العنصريه لي جون، مي كومام ما نبقاوش نبقاو غير نتبعوا، ما نقدروش نبقاو غير نتبعوا لي جون او موا ان جور اون دو بلاسي ان مو اكزاكت مليح، ما نبقاوش نقدروا نتبعوا يا لي جون كاع عندنا دي سيرفو كيما يقولوا، كيما قال لك عثمان عليوات تسرفوا
دونك لي جون بسمارت جماعه غاز السيرين جماعه دونك جو كل يوم باش نرجع بالك ترامب او يدير في الحمله الانتخابيه ديالو والعالم باجمع نسى الكورونا فيروس وراه يهضر على الفوت اي لي زيموت حنا اوني كونتر ومادا بينا هذاك لو بوليسي شكون اللي ما كانش متوشي كان متوشي مي اسكو لا ريبونس اليوم اللي راهي في لي ريزو اسكو كانت لا ريبونس هي لا ميم لي بارابور لا بتيت في هذيك لي كي ا ايتي اغريسي من عند لو بيدوفيل هذاك صافي 3 او 4 جوغ اسكو شي واحد سمع بها ابار لي زالجيريان لا كان لي استوار صرات هاد الايامات ما على بالناش المعلومه ولا ما تلحقناش اسكو سي اون استوار قديمه ولا جديده اوكين ايدي مي اسكو سمعوا بينا كيما سمعنا بهم ها اسكو سمعوا بينا كيما سمعنا بهم باسكو هنا باش تشوفوا تضخيم الاعلام ولا بوليتيك وين راهي رايحه راهي رايحه بعيد اسكو اليوم في لي زيتازوني يهضروا اليوم تشوزاب سي ان ان اسكو تهضر على الكوفيد 19 والحيحه اللي كانوا يهضروا عليها ما يهضروا على الفوت باسكو هو اللي ان تران دو بريباري لو فوت ديالو ابري 5 سيمين اي الوغ اون ريست توجور لي فيكتيم اون ريست توجور حنا الناس اللي ياخذوا لانفورماسيون يلا ترانسميت سون ريفليشير بلا ما نغربل رانا غير نبعتو بلا ما نغربلو ما نغربلوش كاع كوم سي كو حنا ما نيكزيستيوش حنا امبليفيكاتور حنا يعطونا لانفورماسيون اون فالا ريديفوزي دون مانيير تري تري يعني لوجيك اي فاسيل اون دو او موا اناليزي لي شوز لي جي دونك خزعبلات غاز السيرين وين راهو ما كاينشهم خزعبلات المؤامره وين راهو واش من المؤامره ماناش في المؤامره ماناش نيكزيستيو في المؤامره حنا ما كاينش ابخي خزعبلات لي بوس 5ايام جينيراسيون هنا قاتلهم رضقدو c'est-à-dire le ما تجيكش في عقلك لو كانت تبدا تخمم دي مانيير لوجيك ما تجيش في عقلك يعني اوكي كلير نت اي بريسي لي جون دونك جو فولي فو بارطاجي جوست هاد الكلمه اليوم الحاجه لا بلوز امبورطونت لي كاع اجتمعوا عليها اكزيستي والدواء الوحيد لي كاع راهم قالوا كاع العلماء كلكو سوا لو نيفو تاعهم قالوا بلي هو الدواء سي لا بافيت واغسل يديك قص قرمط قرمط هذا هو الدواء اللي اجتمعوا عليه كاع سينو كاين فاكسان يبداو في لقاح في لافين داني ابخي قبل ابخي من بعد لوغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي تستنى فيك انت تمد لها دراهم يا اخي ماشي حنا نمدوا لها دراهم حنا ما راح نمدوا لها ما راح نمدوا لها ما راح مدينا لها حنا اوني ان بيي كونسوماتور انا ندعوا ربي يمدوا لنا باطل سي فري او با اي دونك دوكو اسكو الناس اللي تمد دراهم اوكي باغ اكزومبل انتوما اليوم تروحوا ديروا ديبوزيو فيزا اوكي يقولوا لكم كاين لو سيرفيس بريميوم مش ما ديروش لاشين كي تحطوا وما ديروش لاشين كي تريكوبيريو الباسبور ديالكم اوكي يعطيو لكم تخلصوا تاخذوا لو سيرفيس بريميوم سي فري او با اي دونك دوكو فو كرويي كو في لي ايتازوني يل دون دو لارجون لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي اسكو عندهم فايده ولا ما عندهمش فايده باش تمد دراهم عندك ان سيرفيس ان كونتر سيرفيس اي دونك دوكو باش تكون على بالك بلي كرام يمدوا دراهم راهم يدوا اوكي اي دونك لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي راه كانكم تخمموا بلي يتخمم في لا سونتي تاع العالم يتخمم في لا سونتي تاعها سورتو يتخمم في لا سونتي تاعها سي اون اورغانيزاسيون عندها 1 مليار دو برودوي ا ديفلوبي لي ريشيرش كوت ترو شير مين جيب دراهم يا ناس دونك لازم نعطيو لها الناس اللي بالطبع يعطيو لها دراهم وحنا نستناو يمدوا لنا اوكي ابخي ما تكسوش راسكم كي يكون كاين لو فاكسين يمدوهولك باسكو حنا راح يمدوهم لنا وما عندهم اوكين انتيغي ماشي يرشيونا ويمدونا برودوي عيان ولا يمدونا يديرونا اون بيس ماشي يتبعونا ولا يقتلونا بها سا سا فريمون ا ريان واش راح يديروا بها فوالا ميشيل فوالا دونك جو فولي فو بارطاجي كلكو ريفليكسيون افيك فو غاردي لا بيش السلام عليكم